السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مادة اللغة العربية للصف الرابع العربية تجمعنا، سلسلة تعليمية للناطقين بغيرها. بعد مشاهدة الفيديو سنتعرف اليوم على مدينة الجمال دبي. الوحدة الأولى تجربة مثيرة، زيارة إلى مدينة الجمال، نواتج التعلم، يستمع ويستجيب للأقران والكبار استماعا واستجابة مناسبين، يستمع ويحدد المعنى الكلي في نصوص بسيطة لموضوعات وصفية مألوفة، يشارك في تفاعلات بسيطة لموضوعات وصفية مألوفة، يستخدم مجموعة من تراكيب اللغة عند التحدث. سنتعرف على المفردات الجديدة وهي فندق، مطعم، الشارع، مطار، انتظر، مزدحم، صيدلية، محل تجاري، فندق، مطعم، الشارع، مطار، انتظر، مزدحم، صيدلية، محل تجاري. وهنا سنتعرف على الأضداد، أدرس الأضداد، الكلمة وعكسها أو ضدها، قريب ضدها بعيد، قصير طويل، كبير صغير، سعيد حزين، جديد قديم. موضح لكم بالمعاني بالإنجليزي. ملاحظات الدرس أو أهداف التعلم: أولا التعرف على المفردات واستخدامها، التدريب على قراءة النص، الاستماع إلى الدرس. مرة ثانية المفردات الجديدة: فندق، مطعم، الشارع، مطار، انتظر، مزدحم، صيدلية، محل تجاري. ومرة أخرى الأضداد أو الكلمة وعكسها أو الكلمة وضدها: قريب بعيد، قصير طويل، كبير صغير، سعيد حزين. نص القراءة: اقرأ. سام في مدينة الجمال، مما لا شك فيه أنني سعيد في مدينة الجمال دبي. اسمي سام، عمري 9 سنوات، وأنا من إنجلترا. الآن أنا في مطار دبي. هذا مطار كبير وجديد. انتقلت إلى الفندق، انتظر صديقي سيف. الفندق جميل وواسع، أريد أن آكل في مطعم من مطاعم مول دبي.
لكن لم يصل سيف عد لأن الشارع مزدحم. اقرأ الفقرة أعلاه واختر العنوان المناسب. سنختار عنوانا مناسب لهذه القطعة أو النص. سام يلعب، سام في المستشفى، سام في مدينة الجمال، وهذا العنوان مناسب لهذه القطعة، سام في مدينة الجمال. اقرأ الفقرة أعلاه وصل الكلمة بالصورة المناسبة. شارع، مطار، فندق، مطعم. شارع، شارع نزوان نمبر 2. مطار، مطار، فندق، فندق، مطعم، مطعم. اقرأ الفقرة أعلاه وأجب عن الأسئلة الآتية. نمرة 1، ما هي مدينة الجمال؟ دبي. كم عمر سام؟ 9 سنوات. من هو صديق سام؟ سيف. أين ينتظر سام صديقه؟ في الفندق. لماذا لم يصل صديقه بعد؟ لأن الشارع مزدحم. ملاحظات الدرس، أجب عن الأسئلة مرة ثانية. ما هي مدينة الجمال؟ دبي. كم عمر سام؟ 9 سنوات. من هو صديق سام؟ سيف. أين ينتظر سام صديقه؟ في الفندق. لماذا لم يصل صديقه بعد؟ لأن الشارع مزدحم. وشكراً.